مرحبا من جديد. هلأ حنمشي للستبس المنطقية اللي هنمشي عليها في تجهيز البروجكت. حنعرفها الآن. أول شيء إحنا رح ننشئ الديك مثل ما اتفقنا، هيحتوي على الكاردز. نقول إحنا إنه هيحتوي على 52 كاردز مثل اللعبة الواقعية. بعد كده هنعمل شافلينج على هاي الأوراق الموجودة في الديك. طبعا الديك هياخد كلاس لحاله، الكاردز هتكون كلاس لحالها، وهنطبق عليهم الشفلينج أو الخلط من خلال الفانكشن أو ميثود. بعد كده اللعبة هتطلب من اللاعب شو هو الرهان بتاعك، يعني احنا اتفقنا انه هو يكون عنده رصيد. الرصيد أو الرهان هيكون مبني على الرصيد بتاعه، فهو مش هيقدر يراهن على اشي اكتر من الرصيد بتاعه. فانا هقول مثلا ان الرصيد بتاعك عندك مثلا 50 دولار، فانت هتراهن على الاشياء على الارقام من 0 من 1 ل 50، يعني ما هتراهن على اكتر من 50. فانا برضو هخليه انه الرهان تبعه اللي بيطلبه ما بيتجاوز هذا المبلغ اللي هو بمتلكه او الرصيد اللي هو بمتلكه. بعد كده طبعا هتعامل مع 2 كاردز للديلر و 2 كاردز للبلاير، بس انه الديلر هيكون واحدة منهم مو مبينة او مخفية، والكارد واحدة مبينة وبقدر اشوفها. بالنسبة للبلاير هيكون كل الكاردز بتوعه مبينين ومكشوفين. هلا هيسأل هخلي البرنامج يسأل البلاير، يقول له اذا بدك تعمل هيد انه انت بدك كمان بطاقة وتاخدها من الديك ولا لا. هلا هو اذا تجاوز 21 نقطة هسأله إنه هو بده كمان يعمل هيت كمان مرة ولا لا. هلا إذا كان اللاعب ما بده طلب إنه ستاي، هلا اللعب بينتقل لمين؟ على يد البائع. بصير البائع هو إنه هو دوره يلعب، وبصير يضل يلعب لحتى مثلا تتجاوز 17 أو إنها تكون أقل. المهم إنها تكون أقل من مين؟ من اللي بإيد اللاعب. بعد كده هنحدد مين هو الفائز، نخليه ويضبط مين الرصيد بتاعه. هسأل اللاعب إذا بده يلعب كمان مرة تاني ولا لا. هلأ الخطوة الأولى في تجهيزنا للعبة، هنستورد اللي هي الراندوم، عشان إحنا اتفقنا إن إحنا هنعمل اختيار عشوائي للبطاقات. اكيد هو مش هيلعب بطاقات مرتبة، اكيد هو ما هيلعب بطاقات مرتبة. تمام. طبعا احنا هنضيف الشفل عليهم بعد ما ناخدهم، بس انه احنا هنحتاج الراندوم عشان احنا نعمل شفلينج على الكارت قبل ما نبلش اللعب. بعد كده بهمني اعرف اشياء اللي بتخص الكارت، مثلا انه انا كيف بدي افهم النظام تبعي انه انا في عندي كارد، كيف بدي يقرا هاي الكارد. بنقول له مثلا انا في عندي سايت، وفي عندي سايت وعندي رانكس وعندي فاليوز. هلا اذا بنلاحظ انه انا معرفه السايت والرانكس على انهم توبل. هلا السايت حيكون فيها الهارتس والدايموندز والسبيتس والكلابس. الرانكس حتكون مثل ما احنا شايفين في عندنا من 2 ل 7 8 من 2 ل 10. اوكي، في عندنا جاك اللي بياخد 10 حكينا، وكوين بياخد 10، والكينج بياخد 10، والاس بياخد يا 1 يا 11، قلنا مثل حسب شو تفضيلات اللاعب اثناء لعبه، شو اللي بيناسب لعبته. هلا في الفاليوز انا ما حطيت انها توبل، حطيتها انها ديكشنري. طبعا اديت انه كل رانك موجود انه له فاليو. من خلال الديكشنري فاليوز عرفتوا انه كل رانك موجود له فاليو خاصه فيه. فالتو ادته ليه عملت كده؟ مشان انا اعطيه قدره انه يعمل جمع عليهم حتى يتحقق مين اللي بجيب 21. هلا ملاحظين الاس انه هون انا معطيه انه هو 11. هلا معطيه 11 بشكل اساسي، لكن ممكن انا في اثناء الكود كيف اخليه يميز هو بده ياخذ 11 او ياخذ 1. رح نوصل لها بالكود ونوريكم اياها. فاهم شيء انه هلا رح انا انشئ الامبورت راندوم او اعمل استيراد الامبورت راندوم، واعرف هاي مجموعه الفاريبل على انها جلوبال فاريبل، لاني هحتاجها في كذا كلاسز في كذا فانكشن، فانا بعرفها كجلوبال فاريبل، وبصير وين ما بدي استخدمهم باخذهم.
رح نيجي لهذا الموضوع ونشوفه بالتفصيل كيف مشروع بكودينج. بعد كده حنبلش في تعريف الكلاسز. هلأ حننشئ الكارد كلاس، حننشئ كلاس خاص بالكارد اللي هو البطاقة. طبعا البطاقة بتحتاج للسايتس وللرينكس عشان احنا نبلش نعرفهم ونمررهم، وممكن احيانا نضيف اللي هي الفاليوز. تمام، لما بدي انا احتاجها، لما بدي اضربها عادي، لما بدي انه انا اعملها هيد، بس انا لما بدي ابلش اجمع او اشوف مين هو الفايز او كده احتاج الفاليوز. طبعا حنحتاج الانت وكمان السترينج مشان يطبع. الانت مشان احنا نشوف نعمل سيلف على مين، نعمل لها اتريبيوت للسايتس والرينكس. هلا السترينج مشان احنا لما بدنا نطبع البطاقه نعمل لها طباعه ونقراها ونستطلع نشوف عليها. بعد كده حننشا كمان كلاس خاص بالديك. الكلاس الخاص بالديك هنا حيكون ممكن احنا نخزن 52 بطاقة. تمام، هاي ال 52 بطاقة ممكن احنا نخلطها بوقت لاحق، فبالتالي احنا هون حننشئ قائمة ليست مشان نقدر من خلالها نجهز الكاردز ونحطهم فيها. بعد كده حننشئ الهاند او كلاس هاند اللي هو الايد اللي بدها تلعب. طبعا الهاند هاي هتحتفظ بالكاردز اللي جاية من الديك. تمام، وهتحتفظ فيها وكمان تعمل حساب لإلها. يعني هي الكارد او في الكلاس الخاص بالهاند حبلش انا هون استخدم الفاليوز اللي هو انا بدي احسب قيمة كل كارد موجودة في ايد اللاعب وفي ايد الديلر. تمام، بعد كده حننشئ كلاس حسميها شيبس. هاي البطاقة الكلاس بتعمل على انها تتبع متى بلش اللاعب يلعب وشو الرهانات بتاعه اللي هو قدمها وشو الاشياء اللي ربحها او القيمة اللي ربحها. فممكن انا استخدمها كمتغير جاست ويلا، بس لكن انا هون بهمني انه انا بدي اطبق الاوبجكت اورينتد فيها. حنشوف كيف احنا استخدمنا الاوبجكت اورينتد في تطبيق كلاس الشيبس اللي هو الخاص بالتتبع او تتبع الرهانات والفلوس والتوتال. بعد كده حنيجي لتعريف مجموعة من الفانكشنز المهمين. هلا كتير ستيبس حتكون مكررة، فأنا ما هضل أكتب فانكشنز خلال كودي مثل ما احنا اتفقنا سابقا انه في الفيديوهات اللي راحت انه الفانكشن من اهم الاشياء اللي انا بستخدمها في البرمجة مشان امنع تكرار الكود، وانه اذا انا كنت محتاجة كود مثلا واحد او احتاجه مرة واحدة الفانكشن بسميه لامدا او بستخدم لامدا كيورد اللي هي بتعرف لي انونيمس فانكشنز، لانه انا بستخدمها جاست وان تايم، يعني ف ما بحتاج اكررها، ولانه ما بحتاج اكررها فانا او ما بحتاج استخدمها في مكان تاني خلال الكودي تبعي، بالتالي انا بستفي في لامدا. فالفانكشنز يعني تذكير للناس، تذكير لكم، مشان الفانكشنز هدفي الاساسي منها ان انا اريح حالي من التكرار. ما ضل اعمل كوبي بيست ولا ضل اعمل حتى كتابه ولا ضل استدعي، انه بس انا بستدعي اسم الفانكشن هذا وخلص. طبعا احنا حنستخدم الفانكشنز. كيف احنا نضيف هاي الفانكشنز اللي احنا بنحتاجها؟ اول شيء حنعمل فانكشنز ياخذ البيتس اللي هي الرهانات. طبعا طبعا هذا الشيء بيعتمد على انه نخلي اليوزر او البلاير يدخل لي قيمه بعدد الرهان او بقيمه الرهان اللي هو بده يدخلها. فانا بقول له مثلا، بدي مثلا انبوت مسج بقول له شو بدك الرهان انت تقدمه. طبعا انا هون حشغل تراي والاكسبشن وشفناها. في التراي اكسبشن انا بدي اياه اخلي الجمله اللي بتوقع فيها انه هو يدخل لي حاجه تانية غير رقم صحيح، انه يطلع له ايرور ويقول له مثلا انه انت بتدخل حاجه مو انتجر مثل ما انا متوقع. طبعا الى جانب انه احنا طبعا الى جانب هذا الشيء كمان بدنا نتاكد انه الرهان تبعه ما بيكون زياده عن الرصيد بتاعه.
فأنا هون في الفانكشنز الخاص بالبيتس أنا بدي أطلب منه إنه هو يدخل لي قيمة صحيحة انتجر، ما هسمح له يدخل لي أي حاجة تانية. طبعا ما هخلي البرنامج تبعي يوقف بسبب إنه هو بس ما دخل الرقم اللي بدي إياه، فأنا بالتالي هستخدم تراي اكسبشن. تراي بلوك بتحمل البلوك الخاص بتفعيل العبارة اللي أنا متوقع إنها تكون جاي منها ايرور، والاكسبشن شو انت تعمل لما يحصل هذا الاكسبشن، ان انت طلع له مسج احكي له لا لو سمحت انه انا بدي انتجر ما بدي ادخل لي هاي الاحرف. بالتالي كمان خلال البيتس انه انا محتاجة اعمل اختبار على هل هو الرهان تبعه هذا اللي بطلبه، يعني ممكن نضيف جملة if statement هون اقول له اذا هو طلب او كتب لي انه بدي ادخل رهان اكبر من الرصيد بتاعه فانت وقف لي، أو أقول له أنت ما معك أصلاً، يعني أنت جاي تراهن على 1000 وأنت ما معك غير مثلاً 100 فما بزبط. بعد كده حجهز function تأخذ الهيتس. هلأ الفانكشن هاي بتمكن اللاعب إنه سواء لاعب الديلر أو اللاعب العادي إنه يحصل على هيتس لحتى يفلس، يعني حتى تخلص فلوسه. تمام، في حالة خلصت الفلوس اللي في الرصيد خلص. هاي الفانكشنز بتم استخدامها أثناء اللعب أو بتم استدعائها لما تبلش اللعبة فعليا. تمام، لما اللاعب يبلش يطلب فيه إنه هو مثلا نجح أو إنه كان البائع أقل من 17 إنه هي هاي الهيتس الفانكشن هتستخدم الديك والهاند أوبجكت اللي أنا عرفتهم فوق اللي هم الكلاسز. تمام، وكيف احنا ناخد هاي البطاقة من ديك ونضيفها وين؟ في الهاند اللي هي بايده، يعني الهيتس هاي وظيفتها انها تاخد من الديك، الفانكشن هاي تاخد من الديك اللي هي فيه بطاقات وتحطها في مين؟ في الكلاس هاند اللي هو ايد اللاعب. تمام، طبعا هاي الشغلة مهمة كتير، وانا كيف اخد هعتمد اساسا يعني في فانكشن الهيت على مين؟ على الديك وعلى الهاند اوبجكت. الديك انا اللي هي الهيت اللي هتاخد البطاقه من الديك وكمان تديها لمين؟ للهاند. هو كلاس كلاس والفانكشن هو اللي هياخد من هذا الكلاس ويحط في هذا الكلاس. تمام، عشان بعد كده يشوف هو هل هي بتتجاوز 21 ولا لا. في الخطوه الثامنه بدي اجهز فانكشن يختبر او يسال اليوزر هل هو هيت ولا ستاند، يعني انه إنه هو هلأ خلاص هيعمل هيطلب كمان يضرب كمان بطاقة من الديك ولا إنه خلاص. طبعا هنستخدم الدالة هيت اللي احنا عرفناها فوق الفانك فانكشن، ولما هذا إذا طلب هيت، إذا طلب البلاير إنه يعمل هيت، أو إذا طلب ستاند خلاص كأني بقول له فولس، واللوب اللي أنا بكون مجهزاها ممكن أنا أستخدمها في كود تاني أو أجهزها لكود تاني. في الخطوة التاسعة بدي أكتب فانكشنز تعرض لي هاي الكارت. هلا لما تبلش اللعبة كل مرة بياخد فيها اللاعب بطاقة أو كارت بتكون البطاقة الأولى للتاجر مخفية وبتكون باقي البطاقات مالها مرئية إنه أنا بقدر أشوفها. طبعا أنا بالنهاية ما حخلي كل البطاقات مو مكشوفة، بالتالي هعرض جميع البطاقات. تمام، وبالتالي ممكن أنا أعرض البطاقة الخاصة بالديلر. فحنشوف شو السيناريوهات الموجودة في هذا الشيء لما نبلش احنا نكتب فيها كودينج. بعد كده رح نبلش نكتب فانكشنز اللي بتتعامل مثل ما احنا حكينا انه في نهاية اللعبة في مجموعة من السيناريوهات اللي بتمشي اللي بتنتهي فيها هاللعبة. تمام، فإحنا كيف بدنا نتعامل مع هاي السيناريوهات؟ طبعاً هعرف هاي السيناريوهات من خلال functions، فأنا هجيب مجموعة functions. functions هاي كل واحدة function شو هتعمل بناءً على شو؟ هيكون حوالي 4 سيناريوهات I think يعني، فإحنا هنستخدمهم لحتى نعلم اللعبة كيف تتعامل مع النهايات. هنذكر كمان إنه إحنا كيف نمرر ما بين الهاند الخاصة بالبلاير والهاند الخاصة بالديلر حسب الحالة. في الخطوة رقم 11 مثل ما اتفقنا هنعمل ربط منطقي لكل السابق، لأنه قلنا إحنا طالما إحنا جهزنا شفنا كيف إحنا بنجهز بنفهم البروجكت، بنجهز له الكلاسز الخاصة فيه، بنجهز له الفانكشنز الخاصة فيه. بعد كده كيف هو الدور الأصعب؟ طبعا كيف أنا أعمل لوجيك يربط كل هدول في بعض. ف
هنشوف الخطوة 11 كيف احنا بنبلش نطبق while true اللي هي while looping، اذا كانت true يعني اذا كانت الشروط محققة او صحيحة انه يبلش يشتغل ويشغل في اللعبة. هنمشي على هاي الستبس مثل ما احنا شفناهم، نمشي خطوة خطوة ونشوف كيف احنا بنطبقهم. مثل ما حكيت لكم هاي تاني بروجكت احنا نمشي فيه، واوريكم كيف قديش مهم ان انا افهم الفكرة العامة لكل بروجكت، اخذ وقتي. عشان كده لما تتعاملوا مع بروجكتات في العالم، بروجكتس ما في العالم الحقيقي، وتكون هاي مشاكل حقيقية انتوا بتواجهوها، حاول تفهم نطاق هذا المشروع، تقرأه بعناية وتفهم شو اللي بده يصير بالضبط. بعد كده بتحلل المشروع، بتشوف شو في functions محتاجها، شو في classes محتاجها، وبتبلش انت تجهز في هاي الكلاسز اللي هو هاي التحليل بسموها. فانت بتحلل البروجكت بناء على النطاق اللي هو مطلوب فيه وشو النتيجة اللي بتتوقع منها. بالتالي بروح بجهز هذا الشيء، ولما بجهزه طبعا لما بجهزه بقدر إن او لما اجهز التحليل بكون قادر ان انا تتسهل علي الامور في حكاية ان انا اجهز الفانكشنز والكلاسز. بعد كده هي السر فيها في اللوجيك كيف انا اربط هاي الفانكشنز وهاي الكلاسز. هنشوف كلها كل واحدة فيهم ستيب ستيب، خليكم معاه.